ريتا، قبل ما نبلش حلقتنا بدي اعطيك فكره شو ناطرك. اسمعيني منيح، رح نبلش الحلقه. فيني بلش انه ما اسمع ديري الدين الطرشه؟ يعني انا اصلا ضرب من الطرش. يا عين، خلي الواحد يكون صريح من الاول. ليك يعني اذا كل سؤال بدك يضربك الطرش في 200 تحدي، يعني ما رح لحق تحديات الليله. حاضر؟ انا حاضر. انت حاضره؟ أكيد. أوكي أوكي، عم بلش بفقرة على الخفيف، أسئلة خفيفة، بعدين عمهلك علي، ننتقل للنار، وآخر شيء منولع. منولع للولعان. ما فينا نبلش بالتوليعة دغري. يعني في شيء مثلا عم تفكري بهاللحظة تخبي علي؟ أفكر فل أنا. لا 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 لا، مقفلين البواب ريتا. ما في يعني. بس عم باخد نفس فيني. خذي نفس أوكي. لأنه ناطرك إشياء كتير حلوة عيمينك، في شيء كتير رائع صار لك ساعة عم تتجنبي تطلعي. صح، ورح ضل اتجنب. معلش طلعت لك هالشاب الرائع هونيك. خذي فكرة عن جزار قدي مهضوم، وعن صديقته لطيفة. ما بدي يا ساتر. بس بدي خبرك شغلة، انه انا عندي فوبيا على كتير اشياء وكتير حيوانات. رح يصير عندي فوبيا عليك توني، خفة شوي. منيح وضحتي اشياء وحيوانات وانت توني، يعني انا فصيلة تالتة. افيا افيا افيا. بدي اعطيكي ثلاث وسائل انقاذ، اوكي؟ نحن عم نساعدك بالحلقة، ما تفكري انه دغري يعني ما جاوبتي دغري على التحدي. لا، ما في مثلك حبيبتي. أول وسيلة جوكر. أوكي. يعني باس، فيك تقولي باس مرة واحدة فيك تستعمليها. تاني وسيلة كل الحلقة مرة واحدة ولا بكل فقرة؟ لا لا لا، فيك تقولي باس مرة واحدة. أوكي. تاني وسيلة إنقاذ هي اتصال الإنقاذ، يعني بتتصلي بحدا من أصدقائك بدك تعملي فيه مقلب على التليفون. أوكي. وأنا بختار المقلب مش أنت، يعني شيء خفيف هيك يعني. إذا نجح المقلب بتكوني زمطتي. ثالث وسيلة إنقاذ هي فيك تقرري أنا شاركك بالتحدي. يي شو حلو هيدا. اسمع، أنا وياك. أنا وياك على طول. أنا وياك أنا وياك أنا وياك. أوكي، وبكل سرور أنا جاهز لإنقاذك ريتا إذا اخترت أنه أنا ساعدك بالتحدي. أنا فيني نقيهم كلهم؟ فيك تنقيهم، بس عنا 500 سؤال ريتا. 500 سؤال توني؟ إيه 380 يعني افتكر. ما حدا قال لي هيك، لو عفاك ما كنت جيت. ما في اندريم اندريم. إذا جاوبتي الحقيقة على 8 أسئلة متتالية بنقلي بالتحدي علي. عن جد عم تحكي؟ نعم. أنا أصلاً ما بحكي غير الحقيقة، يعني بنجبر أنا أعمل التحدي.